كيف تنظر المعارضة إلى مكونات البحرين الطائفية والإثنية؟ ما هي رؤيتها لشكل النظام السياسي الذي يحفظ حقوق الأقليات؟ إلى أين تمتد شروط التصدع الطائفي؟ وكيف ستعمل على جبرها؟ ما الذي يدعوها للتفاؤل والتبشير ببحرين مستقرة بعد أي حل سياسي مفترض؟ التنوع الطائفي والاستحقاق السياسي في البحرين؟ مع سماحة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان في حوار المنامة. شاركوا وتواصلوا معنا بأسئلتكم ومداخلاتكم عبر هذه الوسائل.